أصالة وأسامة يفاجئون شيرين. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع جلال عمارة اللي قام اليوم بنشر فيديو جديد كان هو وسيد رام يعطوا رأي في حفلة خطوبة شيرو كمان في بروبوزل بسان إسماعيل، وحكوا إنه خطوبة شيرو كانت بتجنن وكمان بروبوزل بسان كان كتير حلو، وأضاف جلال أبصر مين راح يخطب بعدين، وبهذا أعطى جلال للجمهور تلميح إنه في حدا لسه راح يخطب، والجمهور بيتوقعوا أسامة مروة. نمر إلى شيرين بيوتي اللي قامت اليوم بتفاعل ببوست جديد على صفحتها بالإنستغرام، وكان أسامة مروة وأصالة المالح من أوائل اليوتيوبرز اللي حطوا لها لايك، وإطلالة شيرين لاقت إعجاب كل الجمهور. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ الله لك طلعت كتير حلوة عليك، بتجنن والله. انا لبقت لك بس عجبتك انت؟ والله بتجنن. كم بتقيمها من 10؟ احلى لبسي بحياتي.